انا ريديو هذا مشي توا نبداو نتعلموا نصنعوا معناها لي ديفيرون كومبوزون من تل فورميلير نتاع كومبوزون تاع اتش تي ام ال هكا لي فورميلير تدخل للسيت معناها ولاو يقول لك تعمل سكري يطلع لك فورميلير تحط له اسمك ولقبك والادريس ايميل والباس هذيك الفورميلير اون اتش تي ام ال باش نبداو نتعلموا مرة حاجة من نصنعوا الكلمة. دونك اول حاجه باش نبداو بها لي تيكست سيزير تلقى لابيل يحط لك نوم و برينوم و بجنبه تلقى زون دي سيزير نبداو بلا بالنسبة للتيتل كما قلت لك ما نحطوهاش في الضرورة كما نحطو استنى تايتل بعد بادي مثلا مش نحطوا لابيل فيها نو وقدامها هو مش تعمل السيزين تاع نو نصنعوا اللابيل تاعنا لابيل بعد لابين نحط الزون تاع السيزي ديك مش نحط نعمل تاع السيزي تاع نو نحط لوتا نحط مش مو تاع تاع حتى تستنى مش حتى مش ايميل هذا لا تحط ايميل نعطو اي دي نجمو معناها بعد خاطر الناس حقار مثلا نعملو لابيل لك الكومبوزون هذاك مثلا شنو عملت سيزي في الزون هذيك تستحقها من بعد مثلا تسجل لك الدوني دخلتها مش تحطها في باز دوني كيفاش باش تنادي لك الدوني دخلتها ترافيل اي دي معناها من بعد في نقدمو ان شاء الله في الاي دي شنو يستحقو الاي دي في عندنا نجم تسمي واحد اخرين كما قلت الاي دي والنيم يقال الديب تقعد في الكيب وتبيع ما نحن نحطو برينو مثلا بدلهم انا وصلنا الاي دي توا فما فاز كانت تكرهها ساعات في زون دي سيزي تلقاها فما حاجة معمولة افك كانت معناها كولير ترفع في الظهر قالك مثلا مثلا نوع اي سي ولا حاجة توا مش لازم توا حتى انا مريكا نجمو تو نعطيو سايز معناها ديمونسيون قداش نحبو نحطو الكاركتير مثلا نعطيو تيبي وبعدها تيبي وبعدها زيدان سجلو نطبع لازم نسجلو ولا ما تسيرش تلتزيون Voilà, votre nom. Mon nom, c'est ceci. On va t'attendre votre nom. Mais... Donc, je vois comment je note le présentateur. Comme on a un placeholder. Placeholder.
شفت ان احنا الرجال توقع من الاكسبيشن فما حد شيء كافي على راح عاوز يزيد نرجع ما عرفش نزيد وهذيك واش تعمل نجيو نيست هنايا قلنا نو نعمل قبل لايدين نجمو ولا بعد لايدين كنا نقولو خليو في حاجة ليش هاكا ديجا واحد واحد طلعت من البيت من لازم تحت عملوا حاجه تنزل تبي قال حلو من الشيء فهنا كومونسي لا بريمير ليتر باري ماجستير مثلا انتي تو كي مش تعمل السيزي مش تنزل هنا بتعمل السيزي مش تنحى لا قاعد سبعة قاعد توقع دا هنا هكا يجي يكون مقاطف مش في بقى تفكر تتنحى اما شنو تتنحى كي تولي مش تابي ما تنزل هنا انتي اول بعد اول لتر دخلها تتنحى ولا هيك هي معناها انتي سوق شنو تعمل في الفيديو هذا انا هكا تعلمنا كيفاش نعملو لابيل وزون تسيزي نتاعها ان شاء الله في الفيديو الجاي نتعلمو مثلا في الفيديو القادم معناها باش تعلمو كيفاش مثلا تحب تعمل كونديسيون انو يدخلك هنا ايميل معناها فما فيريفيكاسيون تصير بها الايميل مش بالين ما يقبلهاش نتعلمو كيفاش نعملو سيزين تاع بي ار اف معناها اذا ما يدخلش من الاول اتش تي بي ولا اتش تي بي اس ما يقبلها زيدا تو نتعلمو زيدا كيفاش نعملو مثلا الدات نعملو الكود نتاع الدات نتاع نيميرو تي بورتابل برشا حاجات ما تنساش تعمل بارتاج للفيديو تعمل جيم يهب حاجة ما تنساش تعمل ابوني لهذه المرة تخرج فيديو هذي